السلام عليكم حبوبات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين على خير؟ ايوا، كيف ماشي مع الحراره؟ اليوم جيتكم نهار جديد، فيديو جديد، ما كاين لا ماكينه لا والو. اليوم خرجنا، جبرتوني عاد وصلتنا الدار. ما جاتنيش فكره صورت في الزنقه. المهم بمناسبه نجاح وليداتي، دابا شريت عين بنتي. قالت لي ماما ما خصني حتى حاجه، لا حفله لا طرطه لا حفله لا حتى حاجه، شري لي الحوايج. المهم مشيت تما كتعرفوا بنات اليوم، بنتي عندها دابا 16 سنه، عندها 16 عام. المهم شريت لها، اخترت لي بلعاد التواكط بلعاد سراويل. المهم الحمد لله جبرنا السولد، كاين في ال سي واي كيكي، كاينين مزيونين الحوجات واثمنه مناسبه. المهم انا نشارك معكم نوريكم شنو شريت. اول حاجه شقف عامره اول حاجه هاد السراويل مزيون، ماشي ديك المقطعين، الثمن ديالو 109 درهم. ملي السولد كان 209 درهم، دابا 109 درهم مزيون. انا كنعطيكم الافكار، اللي عنده بنيته غير يمشي ال سي واي كيكي. ها السراويل الاخر مزيون. دابا هاد السيل اللي كيلبسوه البنات دابا ما كاينش ديك التقطع، وكيجيو سيسا، ما بقاش ديك السراويل سبيدوس. والثمن ديالو 150 درهم، 149 درهم، كان 209 درهم. يعني دابا نتوما عارفين هاد الوقيته كلشي فيها السولد. شني اخر؟ ها هاد التويكتا، المهم سازتني 59 درهم، كانت ب 79، 59 درهم. ها تويكتا مزيون، انا بنتي كيعجبو هذيك التويكتا، واسعين، كنشريو دائما طايه كبيره. ها الاصفراني لوين الشميشه، هاتو سيسع غزيول بنيتات مرح. ها تو الثمن 49 درهم، تويكتا فنه. يا بالفرحه قالت لي خصني نقيسهم، قلت لها بلاتي كنوري الاخوات ديالي احباب ديالي وديك الساعه لبسهم. هاد التويكتا عاود وسيس ساعه مزيونه، الثمن عاود 49 درهم. شنو هادي؟ تويكتا بيضه، كانت دات لي شحال هزت شحال هاد التويكتا تبويض، قلت لها هادي كتجي قصيصره شويه، عندها واحد هادي الثمن ديالها 79 درهم وسيس عام زمن. وهادي يمكن قصصت على هادو كاملين. هاد جاكيطة اخرى، المهم التويكتا د الصيف هاد العام، عام زمن وسيس عام. هاد الثمن ديالها 69 درهم، شوفو 2XL طاية كبيرة بزاف باش كتجي وسيس عام مرحة. وهذا السريول، هذا السريول يجيب هاد الطريطقات من هنا مفتوح يا حيدت له حيت بدك ياك، كان 89 درهم هاد السريول مزيون عاود. شني اخر؟ نوريكم حتى انا شريت حقي، شريت واحد التقطعه د شني، شريت هاد التقطعه د كريب محفر، كريب محفر شريت تنقد جليل خفيفه في الصيف. وهنايا غنعدل واحد، غنعدل فلانتورون، انا شريت هولالا وشريت اللاوز وكيكس. المهم اللي غنعدلها غادي نوريكم كيفاش نعدلها، وغادي نوريكم واحد الطريقه كتجي مزيونه صافي. وشريت عاود تشينيكلا، المهم هذا النهار سازتني حق ماشي خساره، لي كنقول لا واخا ماشي خساره، من جد وجد جبت لي النقطه مزيونه اللي خصني. صافي طريقه البرودويات وديك الشيء برودويات. هو هنايا هاد البرودويات، هادشي التخربيق ديال منكشات، هادي البارفان ديالي كيمون، هادي الحقيقه انا شريتها، هادي نيتواياج الماكينه، هادي نيتواياج الماكينه مزيونه، كتبقى الريحه في الماكينه ملي كنجي نمسحها. ديك الساعه نقي لكم واحد الحصه ديال التنظيف، تعقد التنظيف ديال راس الماكينه.
وكيعجبني نعدل بهذا. اوكي بقالي شريت هذا التليفون حتى هو شريته. ايوا صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. مهم الحباب هادو هما المشتريات ديالي اللي شريتهم هذا النهار. دابا نرتاح مسول عليا وكلينا طاكوس في الزنقه بحق. واخا داك داخله ديك الكوزينه عاون طيب الغدا نراجلي ووليداتي اخرين الدكوره. انا قلت لكم عنديش دكوره وحب بنيته مشيت غير انا وياها. مهم تمتعنا متعته وانا متعت راسي معاها. كلينا طاكوس في الزنقه صافي وجينا حنا شبعان الحمد لله. مشينا نعدل غير شي طويجن ونرتاح. عامله معايا غدي واحد الكليانه في العشيه نستناها. المهم هانتوما معايا ما تمشيوش باش نعدلو فلان دو طورون. خوتي الحبايب حبوبات ديالي انا رجعت لكم. انا جيت باش نعدل ديك الفلان. غنحتاجو يطرود الحليب غنحتاجو هولالا هادي شحال فيها 1000 مليلتر هي يطرو لتر ديال هولالا فلان رويال واربعة فلان عاديين فلانتينو. عندنا زلافه ديال اللوز هي 4 كيلو زلافه هي 4 كيلو اللوز محمر ومهرمش ماشي مشكل يبقى بالطروفه هيداك البري. وعندنا هنايا نص باكيه ديال كيكس هذا اللي استعملت دور هاد البسكوي هذا طحنته مزيان وتقريبا زليفه زلافه ولا ناقص شويه يعني ماشي مشكل. وعندي هنايا 3 د المعالق د السكر. دابا في اللو غنقيو الحليب فوق البوطه صافي. انا عملت دابا الحليب على البوطه نخوي هاد الفلان هنايا صافي. غنزيدو السكر على ديك الفلان نخلطو هيدا نعملوها على الحليب. بسم الله حنا دائما ملي كنعملوها على الحليب حنا كنكبو حنا كنحركو معانا في يدنا باش مكيتكورش. دابا انا خويت فلان رويال هنايا وهاد الكراميل ديالو غنخليوها غنزوقوها في القاع ديال لاطا. دابا غنزيدوها على الحليب حنا كنحركو. دابا غنزيدو هولالا على ديك الخليط كله حنا كنحركو. موراها غادي نزيدو ديك الزلافه ديال اللوز والزلافه ديال البسكوي. دابا غنزيدو الزلافه ديال البسكوي حنا كنحركو حتى يبدا يغلي وغادي نطفلو العافيه. صافي اخوتي ها بدا كيعقد. المهم اخوتي ها بدا كيعقد الخليط. نستنى غير طلع واحد شويه الغاليه باش نكبو في الله. بسم الله صافي وغلا مزيان. انا عدلت الكراميل على المول. دابا نخوي الخليط بسم الله. كتجي مزيونه هيدا غليطه حتى تعرف ما عرفتني شي. طرف اللوز صافي اخوتي. انا خويتهم في المول. دابا نخليهم يبردوا شويه على الحرارات المطبخ وندخلهم للثلاجة يبردوا مزيان ديك الساعه نقلبهم ونوريكم النتيجه الاخيره كيفاش غادي تكون.
خوتي ها الشكل النهائي ديال الفلان ديال الطرون. دابا غنقطعوه باش تشوفوا كيف كيجي من داخل. المهم كيجي غزال كما كتشوفوا الطروفه ديال اللوز كيكس كيكون مطحون ما كي بسكوي كيكون مطحون ما كيبانش كيف نوع ما كيبانش يعني فرتات ديالو. صافي اخوتي الحبايب هذا هو فلان ديالنا، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. المهم هذا هو الفيديو ديالي اليوم، انتم شفتوا المشتريات ديالي وشفتوا هاد فلان عدلته معكم، ونتمنى تبقاو لي جيم وتبقاو اللي ما اشتركش يهبط يشترك. والسلام عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.